اليوم جينا نقطعو دايرين الصف بحالنا بحال الناس. وصلت الوحده قال القسم قال لك اسيدي حبسنا سالينا حتى الجوج وبقات 5 دقائق علاش ما يكملهاش وتلا حبس مع الوحده جات معاه. حنا المغاربه ديما مؤخرين والله يسمح لينا من هذه الكلمه هذه ديما مؤخرين شي شويه وصافي درتي الوحده حبس مع الوحده ماشي الوحده قال القسم عاد تحبس وتخلي الناس كيغوتوا هذا ما تخليش الناس علاش يغوتوا هذا هو المشكل. انا قطعت في الزيت باش نخرج الغريقات ديالي ولكن ديما المشكل على هذا كيف قلت لك راه على الاوراق الوقت غيقتل لك الوقت. قال لك الوحده نسد اسيدي توصل الوحده حبس جات معاك ماشي قال القسم سمحوا لي غنمشي نتغدى لا خوقتك عاد ديك الساعه سير تغدى. وهذا هو المشكل ديالنا شي واخا دير لي درتي ها حتى واخا دير الاوراق في الايماي وهادي وتخرجهم ولكن قديمة عندك مشكل هنا الصف وتسنى والزحام هذا باغي 4 هذا باغي 6 لا ما يمكنش نعطيك خصكم ديروا شحال غيخرج الواحد واش يخرج 2 يخرج 3 باش تكون فروسهم ماشي حتى وصل لكيشي لا خويا ويعطل دوك الناس اللي وراه كيتسناو احنا دابا تعطلنا وفي الاخر ها الوقت مشى لنا الوقت رجعوا مع 2 عاوتاني ان شاء الله. قطعنا من السيت عادي كان مشكل في السيرفر راك عارف مع الاكتضاد ولكن عادي كان كيتاكتواليز زعما ترونكيل. المشكل اللي وقع هو ان جينا دابا خدينا لي بي ديالنا مني وقع واحد المشكل في الريزو كيطلع لهم كونكوا ان لي بيات امبريمو هما بقاو في السيستم هادشي اللي وقع لي انا في لي بي ديالي. قطعت من الدار في السي ديالي وجيت خديتهم من الوازيس قطعت ديال 50 وديال 30. مشكل واحد اللي كان هو ديال اللي عندهم لي كارت ناسيونال خارجين على الدار البيضاء خاص يكونوا حاضرين هما واخا حتى كتدي بلا كارت ديالك كونكوا لا فامي وداك الشيء تيقول لك لا خاص هو اللي يحضر خاص يكون لادريس ديال السكنه في الدار البيضاء. جيت من مدينه 16 جيت مع تسعود جيت اخويا وما مقطعش في السيت هذا هو المشكل اللي عندي. المهم انا من قبيله وانا واقف في الشمس ما بغيت اعمل معايا شي واحد هادشي اللي كاين اخويا على حساب شوي كنت متاخر فهمتي انا يلا عرفتها البارح عاد قالوا لي الدراري وقررت نمشي معاهم لا ما خلاونيش البوليس اللي واقفين لا ما خلاونيش ندخل كاع قالوا لي خاصك تكون عندك الورقه عاد تدخل. وهادشي اللي كاين اخويا على حساب راه شويه مسخسخ شويه تسخسخش من قبيله وانا هنا كنسول هنا كنمشي ليه والو تسخسخت هكاك فافور على حساب ولا بغاو يتعاملوا معنا هادشي اللي كاين. المهم بغيتهم يكونوا يديروا شي بون ماتش هادشي اللي كنتمنى وان شاء الله مربوحه.